أن ترحم على شهدائنا في هذا اليوم. يوم 17 ديسمبر هو يوم الشهيد أغر سيدي حضرة صاحب الجلالة، وهو يوم عزيز على نفوسنا جميعا. الله يرحمهم ويغفر لهم جميعا إن شاء الله، ولا يزالون على الواجهة جنودنا البواسل. نتمنى لهم إن شاء الله عودة إن شاء الله مؤزرة إن شاء الله. لا ترفع الرايات إلا بهمم الأبطال وسواعد الشجعان الذين ضربوا أعمق الأمثلة وأروعها في التضحية والوفاء والإخلاص لوطنهم وقيادتهم الحكيمة بعزيمة القادة المغاوير الذين يقفون اليوم جنبا إلى جنب أسر شهداء الوطن الأوفياء بكل فخر واعتزاز بما قدموه لرفعة هذا الوطن والذود عن أمنه واستقراره، فكانوا المثال الذي يحتذى به والأسماء التي تفخر بها البحرين وتخلدها للتاريخ. نحن في هذا اليوم نستذكر شهدائنا الذين ضحوا بأرواحهم والذين هم قدوة لجميع منتسبي قوى الدفاع، وقوى الدفاع بجميع منتسبيها تحت رهن وإشارة سيدي صاحب الجلالة، فهذا ليس بغريب عليهم، فهم جند حمد ومطيعين للأوامر التي تصدر من جلالته تنفيذا للواجب العسكري سواء في خارج البحرين أو داخلها. ها هي البحرين تحتفل اليوم بيوم الشهيد، مناسبة دعا إليها عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه، ليكون يوم 17 من شهر ديسمبر من كل عام يوما للشهيد، لتكون هذه الدعوة الكريمة أكبر تكريم لكل من ضحى بنفسه وروحه في سبيل وطنه، خاصة وأن اختيار هذا اليوم بالذات يتزامن مع يوم جلوس جلالته الميمون تعظيما من جلالته وتشريفا لكل شهيد افتدى بنفسه في سبيل البحرين. بغيت أشكر جلالة الملك المفدى على هذا اليوم تقديرا لشهدائنا، والحمد لله أنا أختي سارة حمد خليفة استشهدت في التمرين، والحمد لله كلنا فخر وكلنا فداء لهذا الوطن. كل الشكر والتقدير سيدي جلالة الملك على هذا التكريم الرائع للشهداء وذكراهم الطيبة العطرة، صراحة يعني ما قصر، يعني سوى لهم أكثر من ما كنا ننتظر، يعني هاي الذكرى يعني بالنسبة لنا يعني شيء انخلط الفخر بالحزن أشكر جلالة الملك المفدى إنه سوى هاليوم مخصص حق الشهداء عشان نتذكر فيهم وتضحياتهم اللي سووها، وفخور بأبوي إنه واحد من الشهداء. شكرا. أنا بيشكر الملك إنه هو خلى هاليوم يكون أصلا يوم أساسي ويوم حقيقي، وبيشكر كل من في البحرين إنهم يعني يدعون حق الشهداء ويقولون يعني كل شيء اللي في قلبهم، وأنا أفتخر إن أنا أكون بحرينية وإن البحرين قاعد توفر لنا يوم شيء. لم ولن يكون يوم الشهداء مناسبة للحزن، بل مناسبة للاعتزاز والفخر بما قدمه الشهداء من تضحيات جسام للدفاع عن أرض البحرين وحماية مكتسباتها، لتكون بمثابة دروس عميقة قدمها لنا هؤلاء الشهداء الكرام، نستخلص منها العبر لتزيدنا تماسكا وصلابة وعزيمة تغرس في نفوس أشبال هذا الوطن المعطاء. جلالة الملك ونشكره بكل قلبنا الصراحة، وعيالنا كلهم فدا حق الوطن، الله يرحمه ولده يصبرنا إن شاء الله. أقول إن هاي المناسبة إن إحنا فرحنا بيوم الشهيد، لازم نفتخر بشهيد الوطن لأنه هو ضحى بكل شيء عشان يدافع عن وطنه. التضحية في سبيل الوطن مفهوم عميق لمن يقدر وطنه ويدرك تماما معنى الانتماء الوطني، وهذا ما دفع شهدائنا الكرام للتضحية بأرواحهم من منطلقات دينية ووطنية، فشهدائنا الكرام
كانوا مثالا للدفاع عن الوطن في الداخل عندما واجهوا الإرهاب، وكانوا مثالا لمن رابط دفاعا عن عروبته ودينه على الحد الجنوبي في اليمن. ذكرى الفخر الخالدة، العزة والكرامة وأرواح الفداء الباقية تحتفي بها البحرين شامخة لتبقى نبراسا للعلا والمجد. هذا ما تجسده المشاعر السامية لأسر الشهداء هنا في صرح الشهداء الأوفياء. يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.